وبهدف نشر الوعي بشأن المخالطة الاجتماعية ومساعدة الجهات الحكومية في السعودية لمواجهة جائحة كورونا، أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تطبيق تباعد، والذي يعد وسيلة لإشعار المخالطين للمصابين بفيروس كورونا COVID-19 ليتمكنوا من أخذ احتياطاتهم ممن حجر والخضوع أيضا لفحص كورونا، وذلك من خلال تقنية البلوتوث التي تساعد على اكتشاف الجوالات الذكية الأخرى القريبة التي تعمل أيضا على تطبيق تباعد وبالتالي إشعار مستخدميها الأكثر عرضة للخطر. ويتيح هذا التطبيق مشاهدينا إمكانية إنذار مستخدميه من خلال الإشعارات التي تصل إليهم أنهم ربما يكونون بالقرب من شخص مصاب بفيروس كورونا.